من الشرقية نحييكم ونرحب بكم في أولى حلقات برنامج الموصل تتحرر. هذا البرنامج أطلقناه مع بداية انطلاقة عمليات تحرير الموصل. بداية خلي نوضح الهدف من هذا البرنامج، من وجودنا في هذا البرنامج، وجودنا معكم في برنامج الموصل تتحرر. الهدف هو دورنا كوسيلة إعلامية يحتم علينا أن نواكب هذا الحدث المهم، هذا الحدث التاريخي، حدث تحرير مدينة الموصل إعلاميا ومعنويا وإنسانيا. هدفنا نقل كل تحركات القطاعات العسكرية وبكل صنوفها لعملية تحرير الموصل، الاستعدادات اللي وضعتها لهذه العملية المهمة والحاسمة والتاريخية. هذه المعركة بمثابة اختبار مهم للجميع. احنا كعراقيين قادرين وبإذن الله تعالى نجتاز هذا الاختبار من خلال وقوفنا مع الجندي اللي حرر بساحة المعركة، من خلال وقوفنا مع المدنيين العزل. كنا ان دور بهاي المعركة، ولازم نبقى بقمة مواجهة أصعب الظروف وأقسى منعطف تاريخي يواجه بلدنا الحبيب. برنامج الموصل تتحرر يستمر وياكم حتى تحرير المدينة بالكامل، وتدخل كاميرا الشرقية للموصل من جديد، ونرجع ننقل يوميات مدينة من شوارعها الجميلة، ونلتقي بأهلها الطيبين، وهذا قريب إن شاء الله، قريب بهمة العراقيين ووحدتهم والوقوف صف واحد بمواجهة كل عدو احتل مدينة وحاول تمزيق ويحاول تقسيم عراقنا. بتحرير الموصل يتحرر كل العراق.
فيها بكل عذوبة هالقلب هام. سالمة يا بلادي يا تراث أجدادي ويا رمز بغدادي وعاش العراق. الموصل تتحرر والشرقية معكم تواكب هذا الحدث المهم، ومنذ انطلاق هذه العملية والشرقية تواكب وترافق القطاعات العسكرية في ساحات الميدان. كاميرا الشرقية رصدت استعداد وتهيؤ عناصر الجيش العراقي في مدينة توك من خلال مراسل قناة الشرقية محمد رافع، وجاء بهذه اللقاءات. الحمد لله واحنا على هبه الاستعداد، ولدي اهالينا في مدينه الموصل باننا قادمون لتحريرهم من الدواعش، وما شاء الله جنود معنوياتهم فول. والله يعني صارنا حوالي سنتين ننتظر هاي اللحظه، والحمد لله ان شاء الله تحررنا ان شاء الله ان شاء الله. سعد الابطال ان شاء الله ان شاء الله نتكاتفكم مع باقي القوات ان شاء الله ان شاء الله نتكاتف ونصير ان شاء الله ايد بايد سني وشيعي وكردي ما ان شاء الله ما كفر ان شاء الله ان شاء الله. معنويات عاليه وقاعد نشوف الجنود منتظرين بس الامر كان يمشي نتحرك، وان شاء الله نقول لاهل الموصل احنا قادمين وان شاء الله نحررهم بسواعد هاي الابطال. معنوياتنا فول عال العال وبس ننتظرهم ان شاء الله تدخلون ان شاء الله ندخل للموصل ونحررها ونخضع على داعش الارهابي. وداعش انتهى ما ظل اي اثر داعش انتهى ان شاء الله. شو تقول لها الموصل؟ نقول لها الموصل اصبروا احنا جايينكم وان شاء الله نحرركم والمعنويات عاليه. الله يوفقكم ان شاء الله. معنوياتنا نقول ان شاء الله ندوس على راسهم ما بقى داعش خلاص ان شاء الله على الموصل ان شاء الله ما نقف ان شاء الله الا بنص الموصل وان شاء الله داعش انكسر ما ظل اي وجود عليه. ان شاء الله حرره كامل داعش ما بقى عندنا خلاص انسى داعش نبشر الموصل دور من حدايين وان شاء الله داعش ما بقى عندنا خلاص والله ان شاء الله على الموصل ان شاء الله ان شاء الله. تكاتفكم مع بعض القوات والله جيد جدا جيد جدا. زين بعد ما تحرر الموصل التعايش قوميات ما عندنا اي طائفه وقف قاعد يصور يقف ان شاء الله اي طائفه ماكو اي تفرقه واي طائفيه الله يحفظك الله يطول عمرك. معنويات المقاتلين جيدة جدا معنويات القوات جيدة جدا والقوات مالتنا، واحنا هسه مركز قيادة حرس نينوى متقدمين ان شاء الله باتجاه الموصل ان شاء الله. احنا بخطوط الامامية ان شاء الله ما نرجع خايبين الا تحرير الموصل. المقاتلين والضباط والامرية والقادات وقيادة الاستاذ اثيل نجيفي قائد حرس نينوى ان شاء الله ان شاء الله يعني جينا للموصل بتحرير اهالينا بالموصل نبشر اهالينا بالموصل خلال هالايام القريبه ان شاء الله. احنا متجهين للموصل تحرير وتخليصهم من جردان داعش الحقيره وتخليصهم من الظلم والاستبداد الذي حل عليهم هاي مده هاي العامين اللي سيطر عليها تنظيم داعش. معنوياتنا عاليه جدا ومنتظرين هاي الساعه وهذا اليوم على فارغ الصبر، والحمد لله والشكر اجى وراح نحقق امنياتنا ان شاء الله. نعم. ونحقق الشيء اللي نريده واللي صبرنا له. تعاونون انتم باقي القوات على تحريم اكيد لازم نتعاون احنا بقيه القوات ويا الجيش العراقي الباسل البطل قوات مكافحه الارهاب لازم واحد يكون لانه احنا هدفنا الاساسي هو الموصل طبعا اكيد. نعم. فلازم نتعاون وياهم ولازم هم يتعاونون ويانا والناس ان شاء الله متعاونين وان شاء الله احنا من نكون متعاونين اكثر. هسه انتم متوجهين ساحه القتال؟ ان شاء الله احنا متوجهين هسه لساحه القتال وساحه الشرف وساحه العزه ان شاء الله. اقرب وقت ان شاء الله راح نحرر اهلنا ونخلص مدينتنا من الحدباء الحبيبه.
هذه اللقاءات أجراها الزميل مراسل الشرقية محمد رافع وهو معنا الآن في اتصال هاتفي. بداية أهلا بك محمد. أهلا وسهلا زميلي محمد. يعني اللقاءات اللي أجرتها مع ناصر الجيش العراقي والحديث عن الاستعداد والتهيئ لمعركة تحرير الموصل، يعني الجميع لاحظ والكل أشار لمسألة المعنويات العالية والجاهزية التامة، يعني حدثنا أكثر عن هذه المسألة، مسألة المعنويات لدى الجيش العراقي. نعم زميلي، منذ انطلاق بدأ عمليات تحرير نينوى فجر اليوم، وصلت الشرطية جميع قطاعات الأجهزة الأمنية مختلف أطيافها ومختلف نعم محمد. ألو. نعم أسمعك، أكمل. أي نعم. من انطلاق عمليات تحرير نينوى فجر اليوم، مكتبة الشرقية جميع قوات المقاومة مختلفة. يبدو هناك مشكلة في الصوت. هل تسمعني محمد؟ طيب محمد، يعني أنت الآن أين متواجد؟ وين بالضبط؟ نعم جميل، نحن مع قوات البيشمركة وقوات يبدو هناك مشكلة في الصوت، ربما سنعود معك محمد لمعرفة المزيد. إذا للأسف هناك مشكلة في الصوت، نعود ربما مع محمد من جديد. كما ذكرنا أنه هذا البرنامج برنامج الموصل تتحرر، أطلقته قناة الشرقية مع بداية انطلاق عملية تحرير الموصل التي بدأت فجر هذا اليوم الاثنين. كما ذكرنا هذه المعركة هي معركة حاسمة، معركة مهمة وتاريخية بتحرير الموصل، تتحرر جميع الأراضي العراقية. إلى والدبابة ولو صعدت عنده يا زلمة يرده ينقلب بيك الكون لا توصل حده ولو صعدت عنده يا زلمة يرده ينقلب بيك الكون لا توصل حده حرب حرب طقنا يبرد تربات النيبة هذا ابن الذيبة لحق لو عنده وراح عن نجمة يجيبه لحق لو عنده وراح عن نجمة يجيبه تسأل عدوانه وتعرف عنوانه وتذكر لما انطق شبت نيرانه تسأل عدوانه تعرف عنوانه وتذكر لما انطق شفت نيرانه المعاقل يوصل حدنا طيح الطيارة مأمون ديارة لو دقت غارة من خزرة عنا طيح الطيارة ربو يلكلفة يعبرها لصعبة ومن صار بيامة اي ما فرح شمه ومن نسبة رجفة
بهالدنيا ومن نسمة رجل بهالدنيا أبو غيرة معدل بالذل ما يقبل أبو غيرة معدل بالذل ما يقبل وللحشم بيقال أمر والدلل وللحشم بيقال أمر والدلل من يخلص صبره العايل ما يعذره ولا اللي يندق بيه ما يطلع فجره ومن يخلص صبره العايل ما يعذره. الموصل تتحرر ويانا مباشرة عثمان الشلش مراسل الشرقية. عثمان يعني الله يعينك الله يساعدك الحمد لله على السلامة وأهلا بك. نعم ماهر أنا أشكرك أولا طبعا أكيد يعني كل التعب وكل الإزعاجات تهون يعني مقابل تحرير الموصل أكيد. تحرر أهلنا داخل محافظة نينوى وداخل مدينة الموصل بالتحديد فأكيد هي يعني كل هذه التفاصيل الفرحة تغطي عليها وأكيد إحنا فرحانين بانطلاق ساعة الصفر والعمليات عمليات تحرير الموصل ونينوى فلذلك إحنا أي تعب أو أي جهد رغم أنه آني يعني وآني والجميل أحمد الطائي من يوم أمس مصورنا أحمد الطائي من يوم أمس إحنا بالجبهة وما نايمين أكثر من 24 ساعة لكن إحنا وراح يعني نعيش هاي التفاصيل يعني بعد قليل إحنا والمشاهدين. فقط يعني بداية عثمان يعني أنت رافقت القطاعات العسكرية ووصلت معهم للخطوط الأمامية في الميدان يعني حدثنا عن طبيعة سير المعارك اللي اليوم الكل أشاد بتقدمها بشكل سريع وغير متوقع. نعم يعني اليوم احنا كنا في محور الكوير يعني شرقي الموصل برفقة الجيش العراقي طبعا الجيش تقدم بثلاثة مقابل تراجع وانهيار لنظام الدفاعات تنظيم داعش سيطر على عدة قرى ضمن محور الجوير اللي هو الممتد بين قضاء النمرود أو مدينة النمرود ومدينة الحمدانية شرقي الموصل كما قلت طبعا تقدمت قطاعات الجيش العراقي بسلاسة وأيضا كان المشهد الأهم والهدف الأهم في الجيش العراقي يمكن لأي شخص هو حماية المدنيين طبعا رغم أنه هذه المناطق هي ديها عوائل قليلة لكن ما يعني تم التعامل معها بشكل سلس يعني حتى ما طلب من العائلات اللي موجودة داخل المدن وحتى داخل مدينة الموصل من قبل القادة العسكريين أنه البقاء داخل منازلهم عدم النزوح مثل كل مرة من الصير بالمدن عمليات عسكرية يطلبون من عندهم نزوح المخيمات وهذه التفاصيل يعني اليوم بمحيط يعني الجوير وأيضا محيط الموصل طلب من العائلات تبقى داخل منازلها حتى ما يتأذون ما يتعبون ما يروحون للخيام يعني تعرف أنت وضع الخيام خصوصا نعم. يعني بالمواسم الشتوية والصيفية بالعراق يعني كلش صعب. نعم عثمان خليك ويانا خليك ويانا راح نعيش التفاصيل اللي عشتها أنت والزميل أحمد الطائي مصورنا مصور قناة الشرقية لتوثيق اللحظات الأولى حين دقت ساعة الصفر وإطلاق الشرارة الأولى لعملية تحرير الموصل. نعيش وياك هذه التفاصيل ونرجع لك. ساعة الصفر حانت حسب توقيت الموصل وضواحيها انطلقنا فجرا في عمق نينوى وسهلها وسط تجديدات أمنية في غرف العمليات تجري الاستعدادات وفي باحتها يغرد الطير مع ارتفاع العلم ما
الجند يحتشد للحسم ورائحة الحرية تفوح من بين عجلات الهامفي العسكرية المنطلقة. رصاصة واحدة ظلت شاهدة على حقبة الشتات والخراب، لكنها تدور في محيط نهر الخير دجلة. هي مو طبعا نحن الآن في محور الجوير. محور الجوير يعني في حدود محافظة نينوى، في هذا الاتجاه تقع يعني منطقة النمرود، وفي هذا الاتجاه تقع الحمدانية. على طول هذا الخط تجري العمليات العسكرية التي تشارك فيها البيشمركة وقوات الجيش العراقي. كما تشاهدون الآن الأتربة ترتفع في المنطقة، وأيضا هنالك يعني الدخان والقصف ما زال مستمرا بسبب شدة الاشتباكات مع عناصر تنظيم داعش المتواجدين في تلك المناطق. كان برفقتنا كبار القادة في الجيش العراقي وآخرين من البيشمركة الكردية. نداءات واتصالات مكثفة يجريها القادة للوصول إلى الوجهة المنشودة. شلون نشوف سير العمليات اليوم؟ الحمد لله نحن الآن في قاطع وأحد محاور تقدم الفرقة التاسعة، وهو محور الجوير. هذا المحور تقدمت فيه ثلاث محاور، اللواء 36 و35 و34، وحقيقة كلها دخلت من هذه الفتحة اللي أمامكم في ساتر اللي قاموا الإخوان في قوات البيشمركة البطلة، وتمكنت هذه الأرتال من قطع مسافات والاندفاع بشكل سريع لمسافات بعيدة أقصاها تقريبا 5 كيلومتر، وهذا تقدم سريع جدا. بدأ التقدم منذ الساعة 6 صباحا ولحد الآن مسافة 5 كيلومتر بأرتال مدرعة تعتبر تقدم سريع، وأعتقد ستحقق هذه الأرتال أهدافها في وقت قريب جدا. احنا نشوف الأرتال هنا، أيضا نشوف أكو دبابات بهذا الاتجاه يعني، وأكو مدافع بهذا الاتجاه. هاي مدافع تقدم إسناد لهذه الأرتال، وهاي المحاور ثلاثة حقيقة، هو مو محور واحد، لواء 36 يعني أيضا يتقدم، ولكن بالنتيجة كلها راح باتجاه قرب يعني غرب النهر باتجاه الموصل، والآخر باتجاه الحمدان. دكتور شلون نشوف التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي؟ على مستوى عالي جدا، والحمد لله أعتقد يعني أفضل من هذا التنسيق والانسجام في العمل لم يكون أبدا. شنو الرسالة توجهها لأهل الموصل؟ والله رسالتي لأهل الموصل أنه حقيقة أن قدر الإمكان أن يلزموا منازلهم، يبقون في منازلهم قدر ما يستطيعون، وأن يكون حياتهم ما معرضة للخطر، لأنه في النزوح أيضا يعني مشاكل كبيرة، والنزوح أيضا بأعداد كبيرة يشكل عبء على القوات الأمنية. نتمنى أن لا يكون هناك نزوح،
ووجودهم في المدينة ومساعدة القوات الأمنية أفضل بكثير مما ينزح. لأن القرى شو اسمها شنو يعني إما تابعات ليا ناحية ليا قضاء. هسه احنا ناحية النمرود قضاء الحمدانية وجهارة وابراهيم الخليل وعديلة او عدلة. هاي اذا تتقدم بهن القوات اليوم بالتأكيد هم الان محاصرين و يعني قطعاتنا تتقدم بكل بسالة وشجاعة نحو اهدافها المرسومة. شنو الرسالة توجهها للعائلات اذا كانت موجودة بهذه القرى او بغيرها العائلات اللي يعني ظلوا داخل منازلهم؟ شنو الرسالة توجه لهم؟ للسيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع والقيادة، احنا نقولهم ابقوا في منازلكم آمنين ان شاء الله، نحن آتينا لهم لتخليصهم من داعش ومن ما تعرضوا الى من ضغط وارهاب. قاعد اليوم العمليات تجري محاور مختلفة بمحافظة نينوى، تقدر تشرح لنا أكثر عن المحور اللي احنا اللي موجودين اليوم به هو محور القوير؟ احنا محور القوير هو من ثلاث محاور يعني ألوية مدرعة تتقدم باتجاه العدو. العدو بدأ يتقهقر أمامنا، بدأ تشوف حركة القطاعات حركة منسقة جدا وبدأ تصير عملية بانسيابية عالية جدا. كيف بدي اشوف التنسيق مع بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة اليوم خلال العمليه؟ تنسيق عالي المستوى بيننا وبين قطاعات البيشمركة. اكو قرى اليوم تم تحريرها وطرد تنظيم داعش منها؟ بالتاكيد هو قرى تظهر على محور التقدم. ما هي الرساله للاهالي اللي توجهوها اليوم؟ رساله للاهالي داعش فترته قصيره جدا وان شاء الله واصله الى ونحررهم من اسر داعش. منطقة القوير باشرت القطاعات قطاعات الجيش العراقي المتكونة من قيادة الفرقة التاسعة زائد لواء الثالث الفرقة الأولى بتحرير المناطق التابعة إلى قضاء النمرود، وهي عبارة عن قرى القبيبة وإبراهيم الخليل والعدلة وعدة قرى. سيادة النقيب احنا نشوف هنا اكو مدفعية او شيء من هذا القبيل يعني هنا يتم قصف يعني معاقل تنظيم؟ قامت بطاريتنا البطارية الثالثة بالقصف على عصابات داعش المتواجدة في القرى التابعة الى قضاء النمرود بالهاون 120 ملم. اليوم على مشاريف الموصل وغدا في قلبها.
إذن عشنا تفاصيل المرحلة الأولى لإطلاق عملية تحرير الموصل مع مراسلنا عثمان الشلش. الرحلة لا تنتهي إلا بانتهاء عملية تحرير الموصل. عثمان، نرجع لك من جديد. نعم ماهر، مشوارك ما راح ينتهي إلا بانتهاء عملية تحرير الموصل، يعني وراح نكون وياك باستمرار في تغطية هذا الحدث المهم. أكيد طبعاً، يعني إلا ترجع كل عائلة إن شاء الله. إن شاء الله. أهالي الموصل وأهالي المناطق الناجحة بمحيط مدينة الموصل ومحافظة نينوى إلى منازلهم، إلا تتحرر مدينة الموصل. نجي ساعة يمكن نفكر إنه بيوم من الأيام ما يعني أو ما يعني حتى هذا الموضوع إحنا راح نظل مع الناس، راح نظل ننقل رسالتهم، راح نظل نوصلها، خصوصاً إن الموضوع الإنساني هو الأهم، الأهم بكل التفاصيل. كذلك هو الموضوع الأرض وموضوع الوطن يعني، فلذلك إحنا مستمرين إن شاء الله ماهر بهذا الموضوع. أنا أود الإشارة فقط إلى نقطة ماهر، يعني إحنا من يعني من خلال عملنا أو ذهابنا وإنجازنا حتى المخاطرات اللي نخاطرها، يعني هي قضية إنسانية، قضية أرض، قضية شعب، قضية جيش، قضية يعني أشخاص، يعني هي بشكل عام قضية العراقيين كلهم. لكن هنالك يعني حقيقة نحن يعني أنا سعيد جدا يعني بالعمل ضمن يعني مجموعة مكاتب، يعني مكاتب مجموعتنا، مجموعة قنوات الشرقية يعني داعمة وتواصلت معنا منذ الساعة الأولى جميع المكاتب في أربيل. طيب عثمان، يعني احنا كنا معك يعني في تغطيات منذ انطلاق هذه العملية، و وأنا شخصيا يعني أجريت أكثر من اتصال معك في تغطياتنا اللي واكبت هذا الحدث المهم. عثمان، يعني أستغل وجودك وأسألك الخطوات المقبلة، إيش راح تسوون؟ يعني شنو اللي راح يقدم مراسلو قناة الشرقية في من خلال التغطية ومواكبة حدث مهم مثل عملية تحرير الموصل؟ نعم ماهر، يعني أنا كما قلت يعني بالبداية إنه إحنا مع الجيش قلبا وقالبا، ومع أبناء مدننا، مع أبناء الموصل، مع السكان الموجودين الرازحين داخل مدينة الموصل، وأيضا يعني الأهالي والنازحين خارجها. لذلك فنحن يعني سنتابع قضية دخول مدينة الموصل وتحريرها وطرد تنظيم داعش، وأيضا بنفس الوقت مساعدة الناس. أنت تعرف أن الشرقية سباقة في هذا الموضوع، لذلك هناك حملات ستكون في مساعدة العائلات الموصلية وكل العائلات العراقية إن شاء الله. يعني فلذلك يعني النقطة الأهم اليوم لنا هي أن تتحرر الموصل، ومن بعدها مساعدة الناس إن شاء الله. فقط عثمان، نتوقف عند الحملات الإنسانية، يعني فقط نخلي فكرة عند المشاهد الكريم عن مسألة الحملات الإنسانية اللي أطلقنا هذا البرنامج على أساسها. نعم ماهر، يعني هذه نقطة مهمة جدا، خصوصا أنه اليوم العائلات الموجودة داخل مدينة الموصل تعاني مشاكل كثيرة، مشاكل مادية، مشاكل نفسية، قد تكون أيضا يعني تعرف أنهم منذ عامين ونصف لم يخرجوا من مدينتهم، أوضاعهم المادية صعبة، يعني لا المصارف تعمل بشكل طبيعي ولا المتاجر تعمل بشكلها الطبيعي. لذلك يعني من الضروري أن تكون هنالك حملات دعم لهم، حملات مساندة، والشرقية دائما سباقة في هذا الملف، وستكون عونا لهم، عونا لأهالي الموصل في الداخل والخارج، وستقف معهم كما وقفت مع الكثير يعني في الفترات السابقة. فبالتأكيد هي ستستمر على هذا النهج ماهر. نعم عثمان، عثمان الشلش كنت معنا، مراسل الشرقية والموفد، موفد الشرقية الميداني في معركة تحرير الموصل، وسنتواصل معك يوم غد وبعد يوم غد وحتى انتهاء عملية تحرير الموصل. فقط نشير مشاهدينا إلى أن قناة الشرقية ومن خلال هذا البرنامج، برنامج الموصل تتحرر، ستخصص الكثير الكثير من المساعدات والمبالغ الكبيرة الغير مسبوقة لتأمين احتياجات الأهالي من الموصل. أهلنا المحاصرين داخل مدينة الموصل، هناك معاناة كثيرة، معاناة كثيرة يعانيها أهلنا في الموصل، قلة في الأموال، قلة في المواد الغذائية، قلة في كل شيء، المستلزمات الضرورية. الشرقية وكما عودتكم ستأخذ على عاتقها مساعدة كل أهلنا في مدينة الموصل من خلال برنامج الموصل تتحرر.
قندار تحزم جيشك الباسل جف غيره والثاني نار يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار بين زودنا من بعيد البطل عالموت لا نهيد من خاف احنا ايد بعيد نسوي هز المطشار يا ستار يا ستار إذن مشوار حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الموصل تتحرر انتهى، ولكن مشوارنا في تغطية أحداث معركة الموصل وأيضا مساندة أهلنا من أهالي الموصل ستستمر معكم حتى انتهاء عملية التحرير. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا المقبرة مشوار عدنا بيها الافتذكار هاي القاع بيها رجال من تهد ولا تندار يا ستار يا الرايد عراق تفوت احجيها ولب اسكوت اذا ما تصدق تقدم باول خطوة راح تموت يا ستار يا ستار يا ابو يا عقال الهيبة لو راح الحق نجيبه بس ها لو تقضي الطيبة يا ستار لستم وحدكم، نحن معكم منكم وإليكم. الشرقية في الموصل الحدباء منذ انطلاقة ساعة الصف وحتى التحرير، مراسلو الشرقية يحملون بشائر الأخبار ويمدون اليد البيضاء في أجرأ تغطية إعلامية إنسانية مباشرة. الشرقية صوتكم.